طيب خليني اخد كمان المطرب الكبير الاستاذ خالد عجاج، وهو اللي طلب يعمل مداخله معاك. يا استاذ خالد اهلا بيك. الو صباح الخير. صباح الفل. احنا بقينا الصبح. صباح الخير. صباح الفل عليك، وصباح الفل على الفنانه الجميله الانسانه الفنانه احلام منورة مصر. انا بحبها واحترمها بشكل شخصي، وليا معاها يعني حاولت ان انا اكلمها كذا مره، لانه جينا في فتره ساعه البرنامج بتاع انا نسيت انه بتاع موقعة ياسمينة عرب ايدل. فعرب ايدل الفنانه احلام، وفي الوقت ده تحديدا كان اغلب الناس ناسيني، فلقيت الفنانه احلام جت سيرتي في البرنامج واتكلمت عني كويس. الحقيقه انا حبيت اشكرها. لا بالعكس، اوصل لها فنان كبير انت، وبنحترمك وبنقدرك وبنحبك يا حبيبتي، ربنا يخليكي. يعني شوفي مش ناسي، شوفي ازاي الكلمه الطيبه تعمل التاثير. وهنا انت تعاملت معاها استاذ خالد على انها يعني شهاده. اتقابلت مع الفنانه احلام مره في فرنسا، وقعدنا مع بعض، مش عارف هي تفتكر ولا لا. صحيح. من فتره يعني. صحيح. لكن انا يعني قابلتها في كذا موقف. الحقيقه هي غير انها فنانه مجتهده وشاطره جدا، غير انها انسانه جدا. انا شايف كده ومصر على كده، لانها الحقيقه بتدي كل واحد حقه في غيابه حتى لو هي ما تعرفوش. فيعني انا حسيت بيها جدا. وصدقيني يا احلام ان انا حاولت بكل الطرق ان انا اكلمك واشكرك، وما عرفتش اوصل لك خالص. فلقيت دي فرصه النهارده ان انت موجوده في بلدك الثاني مصر. يعني انا عايز اقول لك انت مرحب بيكي جدا، وانا فرحان قوي ان انا بشوفك في بلدك مصر، وفي الاوقات دي بالذات اللي فيها مصر بتحقق اخر استحقاق في الانتخابات البرلمانية إن شاء الله. فأنت جاية وشك حلو علينا إن شاء الله يا رب. وأتمنى من كل قلبي ليكي السعادة والتوفيق حبيبي دايما كده إن شاء الله. أنت شايفة قبل ما خالد سيبنا هو من قبيلة الأصوات الحلوة يعني؟ طبعا طبعا خالد من الأصوات اللي أنا بحبها، من الأصوات اللي بتوصل لك كده بلا استئذان. يا حبيبتي ربنا يخليكي، يعني من غير ما يعمل مجهود صوته بيخش عليك على طول. يا حبيبتي ربنا يخليكي، ربنا يخليك. هو عارف رأيي فيه من زمان خالد. يا حبيبتي والله العظيم ده كلام يعني أنا هحطه فوق راسي منك حبيبي. لأنه فعلا أنا بعزك وبحترمك، وفرحان قوي إن أنت موجودة في مصر، وأتمنى أشوفك قبل ما تسافري، أرحب بيك أكتر. الشرف لي حبيبي. يعني عشان أنا أبدا موقفك معايا أبدا يعني. الله يسعدك أخويا. هاند طب غني لنا حاجة بقى مع أحلام كده وإحنا في ال يعني. أنا طبعا مش مجهز أي حاجة في دماغي، بس أحلام تستحق إن أنا أقول لها أي حاجة من خيالي بس مش أكتر يعني. قول. يا أحلام يا أحلام منورة بلدك التاني، يا أحلام. أنا حبيت أقولها لك هنا بس يعني. يا حبيبي يا حبيبي تسلم يا أخوي. تسلمي لي. ألف شكر.